التوقيت الموجز الآن هنمشي مع الزميلة هناك هادي. خير صباح الخير عليك يا محمد. ويعني جديد الفقرات عبر تيم الاثنين، أنا شايفة ما شاء الله يومكم ماشي جميل وموفق. تسلم صباح يا رب. الخير. تسلم لك المايك. كل مشاهدينا بيتواصلوا معنا، الموجز الإخباري من قناة الشروق، أهلا بكم. بعث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ببرقية الشكر والتقدير لرئيس الوزراء جمهورية إثيوبيا أبي أحمد، شكره فيها على استضافتهم لفعاليات منتدى دانا حول السلم الأمني وفي إفريقيا بمدينة بحر دار الإثيوبية مؤخرا، معربا عن أمله في أن تشهد العلاقة الثنائية مزيدا من التطور والنماء. بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ببرقية تهنئة للرئيس عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية العراق، مؤكدا فيها حرص السودان على مواصلة العمل المشترك من أجل إثراء العلاقات بين البلدين ودفعها وتعزيزها بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين. التقى وزير الإعلام المكلف جراهام عبد القادر بمكتبه سفير فنزويلا لدى الخرطوم السيد ديبي كولومنارس، الذي قدم دعوة للسودان للمشاركة في الدورة 18 لمعرض فنزويلا الدولي للكتاب، والذي سيقام بالعاصمة كاراكاس خلال الفترة من 10 حتى 20 من نوفمبر القادم من العام الجاري. احتفلت وزارة الزراعة والغابات ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ببرنامج الأغذية العالمي بالخرطوم بيوم الأغذية العالمي، والذي جاء هذا العام تحت شعار إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل. وأشار الأمين العام للأمانة الفنية للأمن الغذائي بوزارة الزراعة فاطمة الحسين في مؤتمر صحفي إلى أن برنامج الوجبة المدرسية ما زال مستمرا، وأن الوزارة استطاعت الحصول على مبلغ مقدر للمشاركة ببرنامج الوجبة المدرسية في الأيام القادمة مع برنامج الغذاء العالمي والجهات الداعمة. وفي ذات السياق مشيرة إلى أن البرنامج سيبدأ بولاية الخرطوم لمدارس الأساس. بحث وفد من جمهورية روسيا وحكومة جنوب دارفور الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن ومشروع سكر كايا. وقال والي جنوب دارفور حامد التجاني لدى لقائه الوفد بنيالا إنهم التمزوا جدية من الوفد للدخول في مشاريع استثمارية متعددة من واقع المقومات والميزات التفضيلية التي تتمتع بها الولاية. ترأس والي النيل الأبيض المكلف عمر الخليفة عبد الله بقاعة أمانة الحكومة بربك اجتماع اللجنة العليا لطوارئ الخليف بالولاية، وناقش الاجتماع تقرير اللجنة الفنية والذي تم من خلاله استعراض جهود اللجنة في فتح المصارف الرئيسية والفرعية وعمل التروس الواقية في مناطق الهشاشة تحسبا للمياه الواردة من الولايات المجاورة. وأشاد الاجتماع بما تم تنفيذه خلال فترة الخريف من أعمال الطوارئ والحفريات والطرق الترابية. احتفلت الولاية الشمالية باليوم العالمي لغسل الأيدي، وقال مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالولاية إبراهيم النعيم أن الهدف من الاحتفال بهذه المناسبة هو التذكير بالممارسة الصحية لغسل الأيدي ونشر التوعية والتثقيف الصحي وسط تلاميذ المدارس للوقاية من الأمراض ومن أجل عام دراسي مستقر خال من الأمراض. نهاية الموجز مشاهدينا الكرام، عودة إلى صباح الشروق والزميل محمد محمود، مرحبا بك. شكرا جزيلا منى، تسلمي يا رب.